السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. يتعرض العراقيون الذاهبون إلى إيران في كثير من الأحيان إلى اعتداءات وانتهاكات تطالهم من قبل بعض الإيرانيين وسط غض حكومة طهران نظرها عنهم رغم أنهم أجانب على أرضها. هذه السياسة تتبعها حكومة بغداد كذلك، لكن مع العراقيين وليس مع الإيرانيين، حيث في الفترة القريبة الماضية تعرض عراقيون إلى انتهاكات في إيران من ضرب وسرقة لم تحرك حكومة بغداد، بل لم تتخذ موقفا تجاه طهران ترد فيه اعتبار مواطنيها الذين تعرضوا للاعتداء، حيث ضربت امرأة عراقية على يد ضابط إيراني وسرقت عوائل عراقية وضربت أخرى حد النزيف. ورغم كل هذا لم تتحرك حكومة بغداد للدفاع عنهم، تاركة إياهم يتعرضون لأبشع الإهانات. في المقابل تدافع حكومة المنطقة الخضراء عن الإيرانيين في العراق دفاعا مستميتا حتى وإن كانوا مذنبين. ففي حادثة سابقة اعتقل ضابط عراقي يدعى علي الشيع المالكي معمما إيرانيا بتهمة حيازة مخدرات في إحدى سيطرات التفتيش في البصرة، وهنا انبرت حكومة بغداد وقادة الميليشيات مدافعين عن الإيراني ومهددين ومتوعدين الضابط وعائلته بالقتل. والآن الضابط لا يزال قيد التحقيق في وقت اعتذرت وزارة الداخلية في العراق من المعمم. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع انتهاكات ضد العراقيين في إيران وحكومة بغداد تتفرج، وهنا نتساءل عن أسباب كيل حكومة بغداد تعاملها بين العراقيين والإيرانيين بمكيالين. أليست حكومة بغداد تقول عن نفسها إنها ممثلة الشعب، فلماذا لا تدافع عنهم؟ كيف تقبل حكومة بغداد أن يتعرض العراقيون للانتهاكات خارج العراق وهي تتفرج؟ كيف قبل من يتشدقون بالدين ويتحدثون عن حماية العرض أن تهان وتضرب امرأة عراقية في إيران ولا يتحركون؟ هل سكوت الحكومة عن الاعتداءات التي تعرض لها العراقيون في إيران هي خوف أم رضا؟ وهنا مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار، على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعرض لحضراتكم بعض المقاطع التي تداولها العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت ضجة مؤخرا، حيث ضربت امرأة عراقية في إيران على يد ضابط إيراني سبب لها كدمة في عينها، وهذا الموضوع أثار ضجة واسعة في الشارع العراقي وكذلك غضب واسع تجاه السلطة الحاكمة نظرا لأنها لم تتحرك بل خرجت ببيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، بيان مخجل كما وصف عراقيا. دعونا نشاهد حديث المرأة عن ضربها وكيف تم التعامل معها في إيران. السلام عليكم، أجي عليك الإمام الرضا وين ضربوك؟ هاي عيني شوية. هذا الضابط بالمطار على مراتي وأنا ما أدري فيه، ما أدري وين قاعد ليش أشوف العالم هاي مرة، هاي المرة انضربت بالمطار وما حد قضى حقها. جدي محمد عنوية إن شاء الله أسوي فيه، جدي محمد إن شاء الله. إن شاء الله سيد إبراهيم المجاوب جاب راس الحسين داخل مثل عامل. طبعا ردا على هذا الحادث خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية في بغداد أحمد الصحاف في بيان أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد،
وأضاف أن العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها. اعتبره كثيرون أنه بيان مخجل لهذه السلطة الحاكمة وبيان ضعيف نظرا لحجم الإهانة التي تعرض لها ويتعرض لها العراقيون في كل وقت في إيران. دعونا نشاهد مع حضراتكم صور لعائلة عراقية تضرب وتسرق حد النزيف في إيران. إذا كانت الصور جاهزة فلنشاهد. طبعا هذه صورة المرأة العراقية التي ضربت قبل قليل وعرضناها لحضراتكم، وهناك صور أخرى. هذه الصور لعائلة عراقية أخرى، رجل وزوجته في إيران ضربا وسرقا، وكما تلاحظون الدماء منتشرة على الملابس. هذه المرأة التي تعرضت للضرب بهذه الطريقة القاسية. يعني كل هذه المواضيع وهذه الصور التي تشاهدون الآن، ومع هذا البيانات التي تخرج من السلطة بيانات خجولة. عندما يكون المعتدي هو ليس عراقيا ومعتدي على شخص عراقي، خاصة إذا كان إيرانيا. طيب دعونا نتابع مع حضراتكم الآن عراقيا آخر يتحدث عن ما تعرض له في إيران من عملية سرقة وابتزاز ومحاولة لتسميم ابنه على يد عصابة في إيران. بالإضافة إلى ذلك هناك تواطؤ ومشاركة من قبل بعض الضباط وقوات الأمن في العراق من أجل إسكاته وإبعاده عن الشكوى، فنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المواطن علي جبار محمد من سكنة محافظة ميسان، تبعا للمقطع القديم، سافرت بتاريخ 9/6 لغرض العلاج التبعية لإيران. هذا علاج، هاي إشاعات، هاي تقارير، هاي طرقاعة. لا رايح أتونس ولا رايح سياحة ولا رايح فلك يفلكم. اتعرضت، أخذت المترجمة وخطفنا بمعين زادة بالأهواز. اتعرضونا 6 أشخاص بالطريق بسيارة، سلمنا، خذوا جوازاتنا وأخذوا بما يكفي. ذاكرة بالمقطع الأول ناشدت لا حياة لمن تنادي، ناشدت صحت بويا سلمنا العراقيين لا ترحون. اتأذينا، ظليت هناك، اتخذت لا قانوني تقارير الطبية عدة تنشين. هذا الطفل شممه جليل، هذا شممته جليل، هذا ذي رحلة أخذنا إجراء قانوني ولا يومين قضيناها. إذا هو طلع بمطار أمني الأهواز رئيس عصابة، هاي صوره مطار أمني الأهواز، هاي صورها احتلفت، هاي احترافاتها، قالت وأنا سلمت المجموعة مقابل مبلغ مادي اللي راح موبايلاتي جوازاتي فلوسي جناسي. هذا كما استمعتم مشاهدينا الكرام، هذه الحالات التي يتعرض لها العراقيون، وهناك حالات أخرى سنعرضها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. لكن بداية نستمع إلى رأي السيد أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك لي أخي محمد. هم هذول العجم تاريخهم أسود، تعاملهم مو ويا العراقيين بس، ويا البشر ويا الإنسانية جمعاء. يعني شفت الإهانات دهينوها، والله العظيم يا اخي محمد، فد واحد رجل دار ايران قال له ما شاء الله، هذا العراقي قال له ما شاء الله شنو التطور عندكم؟ قال له والله كله من عندكم، والله العظيم. ويقسم الولد يمين، يقول هذا الرجل يقول كله من عندكم، احنا ما عندنا تطور بفلوسكم، احنا مرتبنا امورنا. ابو حسن، نحن نتحدث عن ايضا موقف حكومه بغداد مما يتعرض له العراقيون في الخارج من اهانات واعتداءات. هذه الحوادث التي شاهدناها وعرضناها، وهناك الكثير منها ما لم يوثق، موجوده في ايران تعرض لها العراقيون، مع ذلك لا نرى الحكومه في بغداد بكافه قطاعاتها واقسامها ان تخرج بخطوه جاده، من موقف جاد من أجل إنصاف المواطن العراقي الذي يتعرض للاعتداءات. يعني بيان وزارة الخارجية بالنسبة للمرأة العراقية التي تعرضت للضرب هو بيان مخجل، يقول ندعو جميع دول العالم أن تعامل مواطنينا بالمثل. لم يكن هناك
شدة، لم يكن هناك حزم في البيان الصادر من وزارة الخارجية. على ماذا يدل ذلك؟ أخي محمد، هم دول كلهم عملاء لإيران، يعني خيرهم كلهم ما يقدرون يحشون يوم، يعني هم أسيادهم دول. أكو واحد يعني مستخدم يقدر يحشو يعلم شغلة؟ هم دول يعني ما يعرفون شنو العراقي، يعني ما عندهم وطنية ولا ينتمون للعراق، يعني هم دول عبارة عن مأجورين صراخ قتلة إرهابيين كل الحكومة. لكن الحكومة تقول نحن نمثل العراقيين، البرلمان يقول نحن ممثلين الشعب، أين التمثيل في هذه الانتهاكات؟ أخي محمد، تمثيل إيش الله يخليك، يعني هم البرلمان والسياسيين كلهم حرامية، يعني شو يمثلهم من الخيرات، من النازحين النايمين بالحار وبالبرد، لو من المجاعة الصايرة بيهم. يعني البارحة مرجعين جماعة 250 عائلة لبيوتهم، وبيوتهم كلها مهدمة، يعني شو راح يقعدوا ما يفكرون؟ هذول مو عراقيين أخي، مو عراقيين محمد، لو عراقيين ويهتمون الأمر العراقيين كان من زمان حلوا مشاكلهم، وما جاب لهم الويلات طببوا داعش. يعني يسأل أحد الأشخاص يقول إذا كانت الحكومة غير مكترثة بحال المواطن في الداخل العراقي، كيف ستهتم به وهو بالخارج؟ يعني أيضا إذا تنظر إليها بطريقة أو بأخرى تراها منطقية إلى حد ما، الوضع في العراق الآن وضع مأساوي، فكيف إذن ستنظر الحكومة لما يتعرض له المواطن العراقي في الخارج؟ أخي حتى السفارات بالعراق، يعني إذا تبتز العراقيين هناك أسأل روحوا، يعني شوفوا استبيان العراقيين هناك، يعني مهانين ويبتزوهم نبذهم لهم السفارات. يعني أنا رحت إسبانيا وبلجيكا، صدقني في الابتزاز قدر، وناس ناس يعني مو محترمين، يعني ما يمثلونه، والله ما يمثلونه يا أخي محمد، دول عمر ما يمثلون العراق، هم جايين تدمير العراق، تهجير العراقيين، إذلالهم، قتلهم، هم خطتهم، هم قال لك العراقيين سووا ثلاث نقاط، تهجير، قتل، إذلال، فأكثر من ذل العراقيين المفروض ينتبهون. يعني أنا من زمان قلت لكم يا أخوان الأيام الجاية سيئة للغاية، انتبهوا، خلوا قلب على قلب. بس ما دام اليوم جاينا احنا اللي هم مو عراقيين اصلا، هم سبب الاحتلال، ولا هم لو قلب على قلب كان كل ذول الشر ما يطلعون. نعم، بس هم اكو ناس مساندين لهم، ولذلك وصل العراق لهالحاله اللي يوسع لها، ونسال الله ان شاء الله رب العالمين هو رحمته اوسع من كل. نعم، وضحت الفكره ابو حسن، اشكرك للمشاركه، كنت معنا من بغداد. نقرأ رسالة السيد مبروك من الإمارات، شاركنا عن طريق خدمة الواتساب، يقول تحية لك يا أخي محمد، الانتهاكات تعددت ضد العراقيين بالداخل والخارج، الحكومات لم توفر الحماية لهم في الداخل وفي خارج العراق لأسباب مجهولة لا أحد يعلمها، في ظل غياب معالم الانتهاكات منها ضرب وتعدي على الرعايا العراقيين الأحرار في جارة السوء إيران من قبل ضباط تابعين لجارة السوء إيران. أين القوانين لحماية الرعايا العراقيين بالداخل والخارج من الانتهاكات؟ الصمت وغياب القوانين ينشر الفوضى وينذر بكثير الأمور لا نريد لها حدوثا، يجب محاسبة كل من يتعرض للرعايا العراقيين بالداخل والخارج من ميليشيات وضباط وغيرهم، هؤلاء نائمون عن ما يجري للرعايا العراقيين الأحرار. الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان إلى العراق. الواجب أن تكون حكومة وطنية تحمي رعاياها من هذه الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون الشرفاء من قبل ضباط إيرانيين. طبعا من ضمن الأمور المرتبطة أيضا بوضع العراقيين في الخارج هو الإصدار الجديد لمؤسسة هينلي بالنسبة لجوازات السفر، الذي تذيل فيه العراق قائمة جوازات السفر ليصبح قبل الأخير في هذا التصنيف، وبالتالي هو يعتبر أضعف جواز عربي وقبل الأخير في بالنسبة للعالم ب 27 دولة تسمح له بالدخول. طبعا أيضا هذه الأمور تنظر بعين الاعتبار بالنسبة للدول التي يزورها المواطن، عندما ينظرون إلى ضعف جواز السفر طبعا يكون هناك تطاول في بعض الأحيان على القادمين الوافدين. لكن عندما تتحدث بعض الشخصيات عن العلاقة الوطيدة التي تربط إيران بالعراق، وهي المساندة وهي الجارة وهي التي ساندتنا في قتالنا، وهذه الأمور وهذه الشعارات، لماذا إذن يتم الاعتداء على المواطن العراقي وليس على يد مواطن إيراني فحسب، إنما الموضوع يتم على يد ضباط إيرانيين، على يد ضباط الحدود، على يد ضباط في الدولة موجودين إن كانوا في الداخلية أو في أي قوات أخرى،
الاعتداء يأتي من القوات الرسمية الإيرانية، ليس فقط من قبل مواطن إيراني لكي يقال ربما أنها حالة فردية أو حالة استثنائية، لكن هي تأتي من ضباط. وسنعرض لكم بعد قليل مقاطع كيف يتم التعامل مع العراقيين في المطارات وعلى المداخل الحدود بين البلدين. معنا السيد أبو علي من الديالة. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو علي. أخويا هي إيران مجرد عدو للعراق. يعني إيش بدهم العراقيين غير إيران؟ يعني هم يشترون بسهم جيب كتون العراقيين في إيران بيعدهم، وهاي صار نبتل يضربون نصفان عراقية. يعني العراقي ما يقول لا أنت أبران وجاي يشوفون يعني صار شيء مو زين ما طبقوا للشعب العراقي من دمار من هلاك. نعم. وهذا صار 15 سنة يأذون بالشعب العراقي. زين. برأيك لماذا تتكرر حوادث الاعتداءات على العراقيين الذاهبين إلى إيران؟ سرقات وضرب واعتداء، وتصل الأمور حتى الابتزاز واختطاف وتسميم، محاولة تسميم أطفال. كل هذه الانتهاكات وسط صمت من الحكومة الإيرانية تجاه ما يحدث، وغض نظر من قبل حكومة بغداد. هو تعلم من الحكومة الإيرانية وغض النظر حكومة العراقية، يعني هم متفقين على ذاتنا وعلى العراقيين أجمل. زين ونطالب العراقيين بيعرف منهم، يعني شو لهم راجل ايران؟ لا يفقد ايران ولا يفقد ايران، هو مجرد عدو للشعب العراقي اصبح. يعني مده 8 سنين احنا نقاتل ايران وهسه نقوم نزور ايران؟ يعني شو يصير؟ يحط لك ورده لو يشعل لك العشره شمس؟ طبعا حيصير عدو. ولكن الايرانيين في العراق يستقبلون استقبالا بحفاوه، وهناك تقديم طعام وهناك تدليك. يعني وجدنا ضباط في الشرطة الاتحادية أو حتى دمج أو تابعين لميليشيات ترتدون زي عسكري، وهم يقدمون الطعام ويقدمون الشراب للزوار الإيرانيين ويقومون حتى بتدليك أقدامهم، وعرضنا هذه المقاطع سابقا. يعني مقارنة غير منطقية، وهناك عندما تنظر للحالتين تراها متناقضة تماما. صحيح، هو لحد هالدقيقة هسه حيصير 10 محرم وهسه فتحوا الحدود. يعني هسه مسؤول ايراني قال بدون تأشيرة يطبون للعراق بعد، يعني ماكو تأشيرة بعد بين العراق وايران. الايرانيين يعني بلدهم هذا صار، يعني العراقي اصبح اليوم العراقي اصبح يعني مو بلده، اصبح بلد الايرانيين. زين المسؤول الايراني صرح قال العراق الايراني يطب اي تأشيرة يطب للعراق. يعني كيفهم يطبون؟ استقام من هسه لحد 10 محرم يبدون كيف، ولا حد ياذيهم ولا حد يوصل يمهم، والميليشيات جايه تسرق وتسرق نفس الشيء، وبدوا حجه محرم وهاي 10 محرم هذه. من يستطيع يا سيد ابو علي، من يستطيع ان يؤذي ايرانيا في العراق؟ هل تابعت ما حدث للضابط علي الشيعة المالكي في البصره الذي اعتقل المعمم الايراني الذي كان بحوزته مخدرات؟ الآن الضابط قيد التحقيق وتم إلقاء القبض على كل المفرزة الأمنية التي ألقت القبض على هذا المعمم، وخرج واثق البطاط زعيم إحدى الميليشيات بمقطع على وسائل التواصل الاجتماعي وهدد ويقول باللهجة العراقية المحلية: أنت هذا الضابط اللي مسوي نفسك رجال، والله العظيم والنبي الكريم لنخلع عيونك من جمجمتك، والله العلي العظيم لنسوي راسك نفاضة مجقاير. هذا كلام زعيم ميليشيا لضابط في القوات الحكومية، ضابط رسمي. الضابط اعتقل والإيراني تم الإفراج عنه واعتذر لوزير الداخلية رسميا وتهدد من الميليشيات، أي دولة هذه؟ إيه صحيح حسا اعتذر له وحتى أذوا عائلة هذا الضابط، أذوا عائلة هذا الضابط بالبصرة، وبس نعتب على الشيخ بن مالك نقول له ليش هيك أفتح يعني هذا تبع علاقة شريف؟ يعني لازم هذا الايراني يطبق مخدرات ويطبق فساد للعراق؟ هو حتى هذا المعمم يعني بانباء تقول مسؤول عن دعاره، عن مكانات دعاره. زين طيب، مكانات دعاره ويعني كل شيء انواع الفساد يطبق. وضحت الفكره ابو علي، اشكرك. كنت معنا من ديالى. معنا السيد ابو محمد من السماوه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ حياك الله ابو محمد، اهلا وسهلا. الله محييك، رحم الله والديك. والديك أخي، إحنا هذا العراقيين وخاصة الجنوب العراق، نعم، مو اليوم انضربنا، إحنا انضربنا من 2003 لحد الآن. شلون محمد؟ إحنا نعم شلون؟ وضح لي أكثر. أنا أقول لك شلون. إحنا بالنسبة لنا الأحزاب هاي من إجوا سيطرت على السلطة وعلى الحكومة، بعد ما أنت لك كل
كلمة وتقدر تجاهر بها وتنت صوتك. نعم. وهذول العملاء أنت العميل يعني هو ليش مو عميل؟ لأن غيره ما عنده ما عنده أي. من تقصد بالتحديد أبو محمد؟ أخوي. من تقصد بالتحديد العملاء؟ الأحزاب العملاء الأحزاب الحاكمة اللي جت من إيران واللي جت من الخارج. نعم. يا أمهم يعني ما يراد لها. نعم. هم موصوفين ومعرفين على أنفسهم. ويعني هم يعرفون يتباهون بعمالتهم من يطلع بالتلفزيون. طبعا نعم. انتم القناه الوحيده اللي خليتيها على هذا الموضوع، حتى القنوات العراقيه اللي تدعي الوطنيه ما لا طرقت لهذا الحادث. هذا واجبنا يا ابو محمد، هذا واجبنا. نعم. واجبكم وانتم ناس شرفاء طبعا، واحييكم وانا دائما متابع لكم مواضيعكم السياسيه. نتشرف بك، تفضل. بالنسبه للايرانيين الله يخليك، انا بالنسبه لي انا من سكنه السماوه. نعم. ومن أقضيتها طبعاً، مو من السماواني، مو من نفس السماوات، ترى من أحد أقضيتها. نعم. هاتشي كسر. نعم. لكن على الشارع العام اللي هو مسوينه المن للمشاية. أها. نعم. طريق المشاية. نعم. دول الإيراني يجون طبعاً شلون البرابرة ماكم؟ نعم. يعني نشكرهم. جماعتنا من قد سذاجتهم ومن قد يعني ما يعرفون شلون يتعاملون وياهم يموتون على الإيراني وكأنه هذا نبي. طبعا البعض من عندهم ممكنهم. نعم. اي والله العظيم ذول الايرانيين يعني ما وده يصرف. طيب فلس. طيب ليش التعامل ليش التعامل في ايران بالنسبه للعراقيين يختلف؟ ضرب واهانه وسرقه يعني اقصد حكومه ليش؟ حكومه ليش متدافع؟ عندهم حقد على العروبه اخي، عندهم حقد على العروبه. انا نعم. واحد من اللي راحوا لايران يسولف يقول لي انا مشيت ارد اصرف العمله عندهم وبيناتهم يتحاكون، يقول له عربتش يعني يقول عليه. طيب ذولا الايرانيين وهم احرار بتصرفهم، يعتدون على من يعتدون ضمن ايه؟ بلدهم طالما حكومتهم ساكته، لكن الحكومه اللي مفترض انها حكومه العراقيين لماذا لا تدافع؟ ايه ما تدافع لان هم عملاء، هم ادوات لايران، وذول الايرانيين مأمنين بهم. يقول لك احنا ما حد راح يحاسبنا، ما حد يقول لنا ليش، ما حد يستنكر هذا الشيء. ناس من الساس اللي هم احنا صنعناهم وحطيناهم على سدة الحكم، ولا من اي شخص ويدرون الناس الوطنيين موجود من العراق ما يقدرون يوصلون. ابو محمد لما يطلع واثق البطاط يهدد الضابط قام نعم. بواجبه واعتقل معمم ايراني نعم. تاجر مخدرات، لما يطلع يهدده يقول له حسوي راسك نفاضه مال جقاير ويسكت على اهانه ايه. العراقي في ايران، على شنو معناه هذا؟ على ماذا يدل وهو يقول انا عراقي وادافع عن العراق؟ خس والله مو عراقي، والله تبعيه ايرانيه، ولعلمك جنوب العراق ثلث من عندهم تبعيه ايرانيه، وصدام حسين راد يهجرهم وقالوا له عمي لازم تهجر نص جنوب العراق. يعني ايضا المعممين، ايضا هناك معممين ليس فقط واثق البطاط، هناك ايضا من يدافعون عن ايران باستماته، يعني يطلع مسؤول او نائبه برلمانيه تتهم اهل الجنوب تقولهم انتم خلايا نائمه لانه طلعوا بمظاهرات قالوا ايران برا، لكن تشوف ابن بلدها يهان ويضرب وهي ساكته. طيب ذولا يعني ذولا شكلهم امام المجتمع، ما هو منظرهم وشكلهم امام المجتمع والناس دا تشوفهم انه يدافعون على الايرانيين باستماته؟ نعم والله مدانين عندنا هنا، والله الناس تدينهم، بس اللي هو منهم مثل قينتهم يجوز يصير وياهم ويأيد واثق البطاط هذا النجس والأنجاس اللي هم أنجس من عنده اللي هم متحاملين على العراقيين العروبين الأصليين. نعم بسم الله العظيم، لا غير ماكو غير هذا. أبو محمد أنا أشكرك للمشاركة، أعتذر منك. لدينا متصلين ينتظرون، نستمع إلى السيد أبو حسين من ميسان، تفضل أبو حسين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا المواطن علي جبار محمد من محافظة ميسان. حياك الله. ذهبت للعلاج أنا وزوجتي وأطفالي. نعم. فمشينا احنا عن طريق شركة ودزت لنا الشركة مترجمة. نعم. الساعة أنا جاي أحكي مختصر يعني لأن قضيتي كلش طويلة. نعم. أنا جاي أمشي، تعرضت لنا جماعة متكونة من 6 أشخاص، العرستني المترجمة وزوجها بالأهواز أم عين زادة. نعم. زوجها يشتغل بمطار أمي الأهواز بيرعاوي. حضرتك الشخص اللي حاولوا تسميم ابنك؟
انا اللي حاولوا اللي شمموا ابني، مو حاولوا يشممون، شمموا ابني 6 سنوات عمره. نعم. مو مخدر. نعم. زين؟ نعم. وتعرضوني وضربوني بالسكاكين وتعرضت، اخذوا ملابس وجوازات واخذوا التقارير الطبيه واخذوا موبايلات يعرفوني بالشارع عن زفتهم. زين؟ نعم. فانا تحريت عن القضيه ورحت لزمت المترجمه بالكامونات مال الشقه اللي هي اخذتني منها. نعم. وسويتها. زين؟ ورسمتها وسلمتها للشرطه. واحترفت قالت انا استلمت العصابه لرئيس العصابه زوجي ابو شاهين. نعم. زين؟ وقدمتهم للدوله واخذت الاجراءات وكامل كافت وطقوني اقامه جبريه 12 يوم. نعم. 12 يوم وانا زوجتي مريضه بمرض مستعطي يعني نسميه. نعم. زين؟ وسلمتهم للحكومه واذا الحكومه 12 يوم 13 يوم وهسه هم مطلعينهم براءة. هم طالعين براءة، شنو السبب؟ طيب هاي الحكومة الإيرانية حكومتك شنو وضعها؟ العراقية الحكومة المفروض أنها هي العراقية. ناشدت، هاي ثالث مرة جاي ناشد، يا حكومتي اتسلبت، يا حكومتي تعرضت للتسديد، أنا وعائلتي لا رايح أتونس ولا بطران، ما أخذ فلوس علاج، أخذوا فلوس العلاج وأخذوا الموبايلات. إجاك رد أبو حسين؟ إجاك رد؟ يا حكومتي ساعدوني. يا حكومتي ابو حسين اجاك رد على شكواك؟ اجاك رد؟ لا والله كل رد ما اجاني. طيب ليش برايك ليش برايك حكومه بغداد العراقي ينضرب وينسرق وينهان ويتسمم ابنه في ايران وهي ساكته تتفرج؟ والله ما اعرف، بس احنا ايران ساليتنا نعوف ايران للعراق ونطلع منها، لان انا اتعرض عراقي، انا هسه ما اردت بارجات منهم مثل كمواطن امريكي يكتب بالجواز، اذا كان مواطن امريكي وتعرف بالاذى اخر جندي بريطاني يا اخي ما اريد منهم هيك، اريد حقوق الضاعت، اريد تشاتي. نعم. يعني مجاميع مسلحه بايران بس يطب العراق ولو اشتكيت بالسفاره، اشتكيت بالحكومه. نعم. اشتكيت ببغداد، لا حياة لمن تنادي. يا جماعه قلت لهم طلعوا فهموني شنو القضيه، اذا مسلبيني وخاطفيني واخذوا مالي ودوني اقوالهم واحترافاتهم والله جاهم طالعين، شنو السبب؟ ما اعرف. نعم. انا هسه دايق بقضيتي دايق. ابو حسين نتمنى رسالتك وصوتك يكون وصل، احنا عرضنا مقطعك، اشكرك طبعا المشاركه، عرضنا مقطعك اللي تكلمت به وايضا تشرفنا باتصالك، واكيد اكيد وصل المقطع ووصل صوتك للجميع، مثل ما وصل صوت المرأة العراقية اللي تعرضت للضرب في إيران أكيد وصل صوتك، لكن السؤال هو لماذا لا تتحرك هذه الحكومة؟ لماذا تترك العراقي يهان ويضرب ويعتدى عليه؟ لماذا تخرج ببيانات خجولة؟ بيانات يعني بائسة إذا صح وصفها بهذا الشكل، بيان مخجل عندما يكون المتحدث باسم الخارجية في بغداد يقول نتمنى أو ندعو الدول أن تعامل مواطنينا كما نعامل مواطنيهم. طيب الدولة الإيرانية الآن كما يقول أبو حسين عصابات وميليشيات تتربص بالعراقيين القادمين إلى إيران، تسرق أموالهم وتقوم بضربهم والاعتداء عليهم. الموضوع لا يتوقف عند سرقة الأموال فقط، بل ضرب حتى الموت في بعض الأحيان، ومع ذلك تسكت الحكومة في بغداد. حكومة إيران تتعامل مع شعبها وفق قانونها وهي تسمح بهذا الشيء، هذا أمر آخر، لكن حكومة بغداد التي تعتبر هي المسؤولة عن هذا المواطن الذي ذهب إلى إيران أو ذهب إلى أي مكان في العالم وتعرض إلى اعتداء وصمتت الحكومة المستضيفة، فإذا من الطبيعي أن تتدخل حكومة هذا الشخص، الحكومة في بغداد تتدخل من أجل رد اعتبار مواطنها، أخذ حقه بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها وبلغة تنبه المقابل أنها هناك دولة تقف خلف هذا المواطن، لكن أن يترك المواطن العراقي بهذا الشكل يهان ويعتدى عليه ويسرق أمر كما استمعتم إلى آراء المشاهدين يدل في بعض الأحيان على تواطؤ ويدل أن هذه الحكومة أو يؤكد أن هذه حكومة إيرانية بحتة لا تكترث بأمر المواطن العراقي كما قال المتصلون. دعونا نشاهد عراقي يتعرض للضرب في إيران حالة من حالات كثيرة، دعونا نشاهد مشاهدين الكرام. هذا هم عراقي ضربيني، شو بيسع مني سرت نزلت بالجروب كلها ما حد رضى،
هاي بس خيك نشرح. شوف دمه هاي هنا يم حرم الإمام الرضا. لا ما طلع وجهك. لا والله ما طلع. لا لا ما طلع. ها والبارحة شايل ضربوه هنا والبارحة الحجية. هذه حالة لمواطن عراقي تعرض للضرب. دعونا نشاهد حالة أخرى لمواطن عراقي تعرض للسرقة في إيران، فنشاهد. إيرانيين وكلهم حرامية ودجل. إيه شنو السبب؟ السبب وأنا أمشي باقة وفلوسي بالدراجة. إيه. يا شارع. مقابل الرضا شارع موسى الجواد. لا يا مرة أنا ماشي للرضا يحيلك يا منظار. والشرطة شنو؟ الشرطة أي دور ما إلهم ولا الحكومة الإيرانية أي دور ما إلها. أخذوا فلوسك ولا؟ أخذوا فلوسي كلها وراحوا، أخذوا ورقتين دولار. أوكي. يلا حتى يسمعون العراقيين. هذا يسمعون العراقيين ويضربون. السرقات موجودة حاليا في مشهد. كرم العراقيين للإيرانيين من خرب الإيرانيين. لا لا إن شاء الله. الله كريم الله كريم. ان شاء الله ما ضحكك ان شاء الله. وين 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 الاسلام بايران؟ وين الاسلام؟ ان شاء الله ما يضحكك ان شاء الله. الاسلام وين بالايران؟ وين الاسلام؟ كما استمعتم مشاهدينا الكرام، مواطن يتعرض للسرقة في إيران، الحكومة يقول تتفرج، القوات الأمنية تتفرج في إيران، لا تتحرك، لا تكترث. إذن هنا يأتي الدور على حكومة هذا الشخص التي من المفترض أن تقوم هي بحمايته، وهي التي تأخذ حقه بالطرق المتعارف عليها الدبلوماسية القانونية التي تعيد للمواطن حقه. أبو عمر بن السليمانية حياك الله أبو عمر، أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، العيب مو بالإيراني. نعم. العيب مو بالإيراني، العيب بالعراقي الدحين وعروبي وأصيل والله الله. أنت ايش عندك رايح لإيران؟ هذا أمر آخر أبو عمر، هناك من يذهب للعلاج يا أبو عمر، يعني لا إحنا القضية القضية ليس من يذهب، القضية ليس من يذهب، القضية ما يتعرض له العراق. عندك لا عندك الهند، عندك الأردن، عندك تركيا، عندك بغض النظر يا أبو عمر، سبب الزيارة ليست مهمة بقدر ما يتعرض له المواطن العراقي. هم حرقوا شلون يدخلون في البيت، هم اللي دخلوهم في البيت، هم اللي جابوهم، هم اللي حرقوا شلون يجروهم لإيران. صار مو نصر سالفة مو بالإيراني، الإيراني عدو ويبقى عدو إلى قيام الساعة، لكن أنتم هم اللي سمحوا لهم أن يدخلوهم. تقصد من هم يا أبو عمر؟ يعني من تقصد بهم اللي سمحوا لهم؟ هم العراقيين، الشيعة العراقيين، أقول لك صريح العبارة ما مستعين. أبو عمر الموضوع لا يقف، الموضوع لا يقف على قضية شيعة والسنة يا أبو عمر، الموضوع نحن جوهر الموضوع. بس أكمل لك الفكرة، بس أكمل لك الفكرة يا سيد أبو عمر، الموضوع لا يقتصر، ليس حديثنا قضية الشيعة سمحة أو السنة سمحة، ليس هذا الموضوع، الموضوع عراقي يتعرض لاعتداء في دولة أخرى وحكومته تتفرج. هذا هو جوهر القضية، هذه هي القضية التي نتحدث بها، في حين الإيراني يدخل إلى العراق يعتدي على العراقي والحكومة تنصف الإيراني وتجرم العراقي، هذه هي القضية، هذه هي الموضوع الرئيسي الذي نتحدث به، لا تدخلنا بقضية شيعة وسنة لأنها ليست الموضوع. لا اسمح لي اسمح لي استاذ محمد، تفضل. هم ليش تصير عندهم غيرة ويطلعون مظاهرة في إيران؟ ليش ما يحاسبون الإيراني على ما يفعله بالعراق؟ بداخل العراق يؤمر وأتباعه أجلكم الله وكلابك تطيح تطيح سبع الطاعة مثل ما يقول السبع والطاعة. ليش هم ما يحاسبون نفسهم؟ ليش ما يحاسبون نفسهم؟ هي مو مسألة عادل جوية ولا نوري ولا قيس ولا هذا، هم شنو من ذنبتهم؟ غير ولدهم شايلين السلاح ويدافعون عنهم. هم اللي رايقين، هم اللي يقول لك هو السيد وانت العبد، تبقى عبد الى ان تموت، الى ان تقوم الساعه انت تبقى عبد للفارسي. انت شنو يعني؟ لكن ابو عمر، اهل الجنوب خرجوا بمظاهرات حملت شعار ايران برا برا. هذا وحده يكفي عكس ما يفكر به او يشعر به المواطن في الجنوب. استاذ محمد بعد ايش؟ بعد ما وقع الفاس في الراس قال لي تعاني من انتم بنفسكم قناه الرافدين من تطلعون انه الجيش هذا الحقير القذر اللي يغتصب النساء والاطفال، ما حد يطلع يخابر يقول هذا العباس ما يقبله، الحكيم ما يقبله، علي ما يقبله، ليش؟ ما تبعي
بس انت تدافع عنهم. ابو عمر ابو عمر، الجيش والميليشيات شيء، والناس المدني المواطن العادي شيء اخر. من يحمل السلاح هو الذي يتحدث الآن في العراق، من يحمل السلاح هو الذي يفرض سطوته على الشيعي والسني وأي طائفة أخرى. نحن لا نتحدث عن الشعب بقدر ما نتحدث عن من يحكمون. الميليشيات والجيش والشرطة جايين من الصومال ومن أريتريا، ما جايين من البصرة ومن العمارة ومن الناصرية. خلي يسمعوا كل الدين، كلهم ولدهم وإخوانهم، خلي يحاسبون ولدهم على ما يفعلوه من قتل ومن سرقات ومن نصب واحتيال. من رشاوي استاذ محمد وغلط الله يعين على الكل، ليش الله راح يعوفها؟ امراه دخلت النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من حشائش الارض. انت كيف على البشر؟ هذا الحيوان رب العالمين يحكي، فكيف على البشر يا استاذ محمد؟ طيب انصحهم، قول لهم، قول لهم هذا كله ما تفعلوا يا جيكم، هذول الناس هم بشر، السنه مو بشر، لو السنه انجس من الحيوان. بس قول لي وضحت الفكرة أبو عمر، أشكرك للمشاركة أبو عمر، كنت معنا من السليمانية. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييت وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا أم أزهار. بالنسبة إلى الإيرانيين يدون العراقيين هناك في إيران، لأنهم هم الإيرانيين دائما حاقدين على العراقيين، لأنه يعتبرون العراق هي إيران، ما يعتبروها هي عراق. وهم الحقد الدفين اللي مال 8 سنوات الحرب العراقية الإيرانية، يعني هاي طمغت في عقولهم بعد ما تنمحي، يظلون حاقدين عليهم. أما حكومتنا ما تحكي، لأن هي حكومة إيرانية، تحكي هذول أولياء أمرهم، هذول يزعلون عليهم، شلون يصير تحكي؟ يعني لا من وزير لعديش تحمل شعار نحن ممثلي الشعب، على اي اساس اذا؟ احنا ما ممثلين الشعب هذا، احنا الشعب هذا ما يمثل هاي الحكومة ابدا. انا اتحدى واحد يمثل هاي الحكومة الا الجاسوس اللي هو يمثلهم. احنا كل الشعب الطاهر، الشعب اللي يحب بلده، الشعب النقي، الشعب اللي عنده اقصد الحكومه هي تقول عن الشعب الحكومة. الحكومه هي تقول عن نفسها احنا ممثلي الشعب. البرلمان يقول اني ممثل المحافظه الفلانيه وممثل المنطقه الفلانيه، هم يقولون هم يأيدون نفسهم، هم دائما يأيدون نفسهم ويقولون العش، يقولون احنا تابعين الى ايران، او يقولون احنا لمحافظة ايران، يقولون محافظة مثل واسط، محافظة البصرة، محافظة اي شيء، واحنا المحافظين. هم يقولون برايك سيدة ومازهار، برايك سكوت حكومة بغداد على الاعتداءات اللي يتعرض لها المواطن العراقي في الخارج سواء في ايران او غير ايران، لكن القضية يعني نخص بها ايران، هذا السكوت هو خوف أم رضا على ما تفعله إيران والميليشيات وقوات الأمنية؟ والله هذا رضا، لأنه هم متفقين، هم هاي الحكومة هذول عصابات إلى إيران، هي جابتهم العفو. أسمعني؟ أسمعش. نعم ديقطع، لأنه ديقطع واضح صوتكم يا أزهر. أمريكا جابت إيرانيين حتى يأذون العراقيين، هي احتلت العراق وجابت إيرانيين من جماعتها، فهم ما يقدرون يتخلفون عن نظامهم، هم إيرانيين. يعني من حزب الدعوة إلى الحكيم إلى هادي العامري إلى الخزعلي إلى كل هالشكولات اللي إجت لنا كلها من إيران، اللي كانوا حافين لافين وإجوا دمروا هذا البلد واحتلوا، فهم مطيعين. يعني وما زهر الناس بالعالم، الدول شلون حتحترم المواطن العراقي وهي تشوف دولته غير محترمته؟ يعني لا تحترم حقوقه، كرامته، عندما يتعرض للاعتداء ويهان ليس فقط في إيران، اذهبي ولفي دول العالم شوفي المواطن العراقي كيف يتعرض إلى اعتداء وإهانات أحيانا في المطارات بطريقة تقلل من قيمته ومن قيمة الجواز اللي يحمله، لأنه ينظرون إلى الحكومة أنها هي حكومة لا تحترم شعبها. إذا شلون الناس حيحترمون مواطنين العراقيين؟ والله بالخارج، والله إذا كان إذا الجواز ما يحترمونه،
وبالخارج طبعا كل من يقول هذا عراقي انا رايحه للخارج انا رايحه لفرنسا ها وهناك يعاملون العراقيين بدون ما يحترموهم لانهم نزلوا من عيون الناس كلها هم يعني ولو انه فرنسا متعاونه ويا 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 امريكا واسرائيل نفس الشيء نظرتها الى العرب خاصه نظرتها الى العراقيين نظره سيئه جدا وما يحترمونا وبالمطار سيئين التعامل الى ابعد الحدود يعني معاملتنا كل شيء اخروها اذا ما ننطي فلوس اذا ما اكو واسطات ما يسوون اي حد هذا مو بس بالدول الاوروبا كل دول العالم قامت تحتقر العراقيين وتحتقر وجودهم ولانه لا انا لانه ما يشوفون اكو حكومه تستحق او يعني عندها موقف بحيث تتخذ مواقف من الدول اللي تتعامل بانتقاص من المواطن العراقي انا اقول يعني هم حقهم من هيك يتعاملون ويانا ليش لانه ما شافوا من العراقيين نهضه كبيره يدافعون عن بلدهم لانهم راضين لهم 16 سنه مراضين بهاي الحكومه اللي تهينهم وباقتهم وحطمتهم وسوت كل شيء غلط بهم وضحت الفكره مزهار اشكرك اعتذر منك الوقت شرف على الانتهاء عندنا متصلين ينتظرون السيد عامر من ديالى تفضل عامر الو عامر حياك الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا شلونك صحتك اهلا وسهلا تحيه لك ولا قناه الرافدين العظيمه حياك الله عامر اهلا وسهلا هذا الحكي اللي صاير الحكي اللي جاي يصير هذا كله صدق عراقي شلون؟ لانه هم انطوا المجال ايران هسه شو راح تسوي لايران؟ مو القضية يعني هسه حضرتك على سبيل المثال حضرتك يعني شافاك الله من الأمراض لكن عندك مرض حبيت تروح يعني المرض أنت تروح على العدو داوي نفسك العدو طيب يا دراسي يعني بالنسبة للمرض 8 سنوات حرب طاحنة وتروح اليوم تداوي نفسك نهار مو بلدك لو بي خير بلدك لو بي علاج لو بي مستشفيات لو البلد بي مستشفيات وعلاج الناس ما كان طلعت برا نعم حتى اروح كل العالم ولا اروح لايران ويبقى السؤال رغم انه هو رايك طبعا لكن يبقى السؤال سيد عامر ليش مثل الكلام اللي قال الصحابه وقال نعم لما عمر بن الخطاب قال يا ليت بيني وبين فارس جبل من نار لا أراهم ولا يروني سيد عامر احيانا الضرورات تخلي الناس بقرب المسافه بينها وبين ايران بس اسمح لي بس اكمل لك الفكره مو تبرير احنا نتكلم عن حكومه متجاهله المواطن حكومه في بغداد غير مهتمه طز حش السامع بالمواطن العراقي اللي يروح ينهان في ايران ويضرب ويسرق حالات امراه عراقيه لعد وين اللي يقولون نحن نحمل العرض في المحافظات اللي قاتلنا بها طيب المرأة العراقية هي عرض لماذا تهان بهذه الطريقة ويسكتون على الضابط الإيراني أو على إيران اللي سكتت عن ضربها والاعتداء عليها عين أستاذ محمد نعم أستاذ محمد هي المرأة بالعراق تنهان على شباب إيران شلون نعم المرأة بالعراق تنهان يعني هاي عندك النازحين عندك زين سووا النازحين نعتب على الإيرانيين احنا نعم يا عيني يا أستاذ واضح أبو سيد عامر أشكرك للمشاركة كنت معنا من ديالى حياك الله معنا السيد عبد الرحمن من السعودية تفضل نعم أنا عبد الرحمن من السعودية حياكم الله عمري 65 سنة حياك الله دخلت العراق ودخلت إيران فكنت نعم. انا زاير عمري 20 سنة نعم نزلت نعم من الفندق ولقيت 2 ايرانيين على ايام الشاه هذا السلام نعم ولقيتهم يتكلمون بغضب في حرمة في بنت السن قاعدة الو نعم فقامت تتكلم معاهم فارسي وبعدين راحوا ولقيت المرأة هذه عربية كلمتني بكلام عربي قالت لها منين أصل لهم يضربونك فحبيتها فوق راسها عربية نعم أصيلة فهذا الشيء اللي في الإيرانيين
من زمان مش من اليوم ابدا، ولا عشان كذا ولا كذا، لا هم كذا ما يحبون العرب. احنا بغض النظر يا سيد عبد الرحمن، فقدنا اتصال للاسف مع السيد عبد الرحمن. طبعا هناك اراء من المتصلين على قضيه ما يحمله الايرانيون او بعض الايرانيين تجاه العراقيين من ما وصف بحقد وكراهيه وحقد على العرب بشكل عام. هناك نفوس ضعيفه ونفوس مشوشه ومشوهه في كثير من الدول حول العالم حتى في بلداننا العربيه، لكن نحن نتحدث عن بلد لا يحمي ابنائه، دولة تقول بأن هي تمثل هذا المجتمع وتمثل الشعب بكل أطيافه، لا تقوم بحماية أبنائها وهم يهانون ويعتدى عليهم. هذا هو الجوهر الحقيقي. يعني احنا ما نعتب على الإيرانيين لأنه يضربون بالعراقيين بقدر ما العتب يوجه إلى هذه السلطة الحاكمة التي تنظر إلى مواطنيها يعتدى عليهم وتخرج ببيانات هزيلة، بيانات. طبعا نفس الأشخاص الذين هددوا الضابط علي المالكي الذي قام باعتقال المعمم الإيراني تاجر المخدرات، لم نرهم يخرجون ليهددوا إيران أو الضابط الذي اعتدى على المرأة العراقية في إيران، نفس هؤلاء الأشخاص. تمعنوا مشاهدين الكرام بالمشهد، وتمعنوا بالطريقة التي يستقبل فيها الإيرانيون من قبل الحكومة وممثلي هذه الحكومة من نواب ووزراء ومسؤولين، ويأتي كان حيدر العبادي يجي يطبخ ويوزع الأكل والعناصر الحكومية توزع الأكل والمساج والتدليك للإيرانيين. وانظروا كيف يتم التعامل مع العراقي في إيران. ليس العتب يلقى فقط على إيران لأنه هي قامت ب أو ميليشياتها أو قوات الحكومية بغض النظر عن ما يتعرض له العراقيون في إيران، لكن انظروا إلى الحكومة في بغداد التي تقول إنها تمثل هذا الشعب. انظروا كيف تتعامل بمكيالين مع المواطن العراقي القادم الذاهب إلى إيران والإيراني القادم إلى العراق. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.